مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط خلايا رعدية نحو المناطق الداخلية خلال سهرة اليوم بحول الله. أما بالنسبة ليوم الغد فدائما تبقى نسبة رطوبة عالية نحو السواحل الشرقية، تتبع أجواء مغشاة جزئيا خلال الظهيرة، مغشاة تماما نحو المناطق الوسطى والغربية، طقس ثقيل شبه رعدي أيضا لما نقول رعود، احتمال لأمطار محلية. الأمطار الرعدية تبقى تنشط بالمناطق الداخلية، أحيانا تساقط لحبات برد، قد تكون أيضا الرياح قوية نحو الهضاب الغربية، تعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية. على شمال الصحراء الجنوب الغربي أيضا ستخصها أمطار رعدية محلية، بينما تكون أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى لغاية مرتفعات الهوغار وتاسيدي وشبه الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى تفوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، خاصة المناطق الداخلية الغربية ستصل إلى 28 درجة بغليزان وعين دفلة، 28 درجة أيضا منتظرة جنوبا بإليزي وبرج بجي مختار، لن تتعدى 25 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، وتبقى مرتفعة من شمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى لتقارب محليا 33 درجة. فيما يخص ظهيرة الغد بحول الله، الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة على كل السواحل، 36 درجة أيضا على تيزي وزو، ما بين 34 إلى 35 درجة بالنسبة للهضاب العليا، ترتفع بغليزان لتقارب 39 درجة، نفس المقياس تقريبا بمنطقتي الهوغار وتاسيلي، وتبقى أجواء حارة من شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب تفوق 40 درجة، تصل محليا إلى 46 درجة تحت الظل، وهذا بالصحراء الوسطى. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل بسواحل الوسطى، قليل الاضطراب نحو السواحل الغربية والشرقية، الرياح ضعيفة إلى معتدلة، أحيانا متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى، تدور أحيانا إلى جنوبية شرقية نحو السواحل الشرقية، ومن غربية إلى جنوبية غربية نحو السواحل الغربية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و19 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و14 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم.